تعمله قدام الحاضرين. بصي يبقى اول حاجه عايزين نظبطها التدريب قدام الحاضرين زي ما هي بتعمل كده قدام الحاضرين كلنا نعمل قدام الحاضرين. Thank you.
لما تقول عيد الطفولة لما تبقى المهن تقول عيد الطفولة ما نعملش، انما لما تقول جدع عيد الطفولة كلنا نعمل برضه عيد الطفولة مع جدع. خلص تلف لفه صغيره كده. كده صح كده تمام. ايوه ما ينفعش ان احنا نعمل كده. احنا نعمل تدريب واحنا في التدريب زي بالظبط في التنفيذ. معايا؟ احنا الميزه عندنا ان احنا هننفذ يوم 17 وبعدها على طول بيومين. لما احنا نشتغل لما نيجي ننفذ بقى على الطبيعه ونلاقي في اختلاف احنا انتوا كلكم كده هيبقى في مش هتعرفوا تشتغلوا صح. فاحنا لازم نشتغل زي بالظبط التدريب اللي احنا بنعمله. في حاجة هنا في الاتوبيس هنا لازم حد يجيبه، لازم نبقى محددين مين اللي هيجيب. الناس اللي كانت مخلصة المهن بقى هي اللي تجيبه. ايوه لازم نكون محددين، يعني في اتوبيس هنا اتأخر اهو. يعني اللي كانت بتزرع قبل ما يقولوا انا نفسي اصحاب او هو بيقولوا انا نفسي اصحاب حد يكون بيجيب الاتوبيس. الدكتورة والفلاحة اللي يجيبوا عشان هياكلوا خلاص. ممكن المهن المهن تساعد في الحتة دي، لأن طبعًا اللي في العرض مش هيعرف يسيب مكانه ويجيب الفلاحة والدكتورة هيكونوا خلصوا. أي حد من اللي هم خلصوا ممكن إيه؟ يجيب الأتوبيس. هنا المفروض تتقدمي شوية. لا. مين من الأتوبيس فين؟ شاهد. الأتوبيس شاهد. تبقي متقدمة شوية، ما ينفعش تبقي في النص كده. لازم تبقى متقدمة شوية، دي أول غلط. شوفي الوقفة فين؟ الوقفة في النص. النبي من قدام خالص. ماشي دي قاعدة كده تمام. الغلط هنا إيه؟ إنك أنت مش معاكي الدركسيون الطوب. لازم يبقى معاكي الدركسيون. وخصوصا ان احنا كلنا عندنا طواق فين الطوق؟ ما بيبقاش في طواق لا حتى لو مش نعمل بقى واحد جديد تقولي لي انا عايزه واحد جديد زياده واحد زياده لان مش هي الطوق. ممكن يعملوا طوق اسود يا مستر. ماشي مفيش مشكله يبقى احسن يبقى مختلف شويه. المهم يعني ان كده انت محتاجه طوق انت عشان تعملي ديكسيون. لا الدركسيون اللي جوه مش باين ولا هيبان، هو هنا كمنظر بس فاضي لل جسم بس للايه للاتوبيس. انما الدركسيون لازم يبقى موجود عشان هي يبقى يدي احساس ان هي بتسوق. طب ما نخلع ال لا ما نخلعش لا هو صغير اللي جوه صغير. هو مش خلع اصلا هو بار. يا مستر اتخلع ده اتخلع عادي. ايه؟ ده اتخلع عادي. طب حتى لو اتخلع لا احنا عايزين طوق جديد. القعدة دي سليمة جدا. يا تمام. زي ما قلنا بس مع شاهد ان هي تطلع بس قدام شوية يبقى في ديركسيون. دي الأبطال اللي موجودة في العدة دي. طيب مع العلمة أولاً إحنا تشوفي مع مس ليلو مس فرحان يبقى معاكي اللي هو الإيه؟ الكريسماس كود. ده يبقى كويس لو جبناه. تقولي لها الأستاذ أحمد عايز بس الإيه؟ البروتوكول ده بالعربي. تاني حاجة دايماً العلمة بيبقى معاها نظارة ولازم التركيز على إن في نظارة. بس أنت خلي اللي قدامك ياخد باله إن في نظارة، إنك أنت تقلعيها تلبسيها يبقى عارف حاسس ان في نظاره وده ما فيش فيه مشكله. بس يدي احساس ان في نظاره، يا اما تجيب نظاره كبيره اللي هي المكبره دي بيبقى في نظاره كده شكل نظاره. بس
ما طبعا انت لسه روب برضه روب الدكتوره او روب العالمه زي ما انت روب الدكتوره او العالمه العالمه هو ماشي ايوه بعد الدكتوره مفيش مشكله تلبسه برضه وبرضه النضاره تبقى كبيره وتركزي في نضاره ما تقلعيها تلبسيها يحسوا ان في نضاره معايا؟ طريقة فين البنا؟ طريقة البنا نفسه غلط هو عايز يبقى فن البنا ايه؟ انك انت بالمسطرين بتاعك طبعا في مسطرين تحاولي تجيبيه برضه بالمسطرين بتحطي مونه الاول بتحطي مونه كده وبعدين بتحطي الطوبه وبعدين تعملي مسطرين برضه كده على الطوبه كانك انت بتحطي ايه اسفنت معايا؟ وبعدين تحطي طوبه وتعمليها كده معايا؟ فانا حاولت برضه اوضحها لك بس انت برضه ايه؟ يعني الطريقه نفسها غلط، البنا بيحط مونه وبعدين طوبه طوبتين جنب بعض وبعدين يحط مونه تاني طوبه طوبتين جنب بعض كده معايا؟ انا بوضحها لك كده بتحطي مونه الاول بعدين تحطي مونه بعدين مونه بعدين مونه المكان سليم المكان مناسب انك انت طالعه قدام مش جايه في النص زي البعض برضه هنا احنا طبعا هنا بنتكلم ان في الحته ضيقه انما المسرح المكان واسع فاحنا مطلوب ان احنا نوسع شويه على نفسنا معايا؟ ايه؟ لا احنا بنتكلم بقى في المسرح الثاني هيبقى غير اللي احنا قعدنا فيه خالص ايوه لا لا هيبقى مسرح بجد اللقطه حلوه بعد ما هي خلصت بس انت عشان الدنيا ضيقه انت مش عارفه تلف